مرحبا بكم في قناه ديمتو. كان اليوم ان شاء الله غادي نصوب معكم سم من عامر. عندنا هنايا كيلو ديال البصله خضاريه الحليب، وعندنا القزبر والعجنوس واحد ربيطه صغيره، هنا عندنا الملح هي الكاس صغيره ديال الملحه، والملحه على حسب الذوق كل واحد كيدير الدمعجه ديال الملحه. وعندنا الكمون، والقليل من الابزار، يعني كل واحد يدير داك الشيء اللي يعجبو من الابزار على حسب الحرق، كاين اللي تاكل الحرق كاين اللي ما تاكلوش. وغادي نخلطو مزيان وندوزو للعجين. من طبيعة الحال غادي نزيدو شوية ديال زيت العود، يعني واحد جوج خطيرات ديال زيت العود. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للعجينة. عندنا هنايا نص كيلو ديال الفينو، ونص كيلو ديال الفورص، ونص كيلو ديال القمح ديال النخالة، وعندنا معلقة صغيرة ديال الميدة، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة ديال العجينة، وعندنا معلقة ديال الملحة. غادي نبداو بسم الله. غادي نعجنو العجينة هي الأولى باش ترتاح. المرة تديرو على حساب الخليط، يعني ما حددناش الكمية ديال الماء، على حساب الطحين، كاين اللي تيشرب كاين اللي ما تيشربش، يعني غادي ديروا الماء بالتدريج شوية بشوية تجمع لكم العجين. هانتوما البنات، ما درناش في العجانة، حنا نعجنو غير اللوط ديالنا حسن باش يبدو شي واضح. كاين اللي تيتوفر على عجانة وكاين اللي ما عندوش، اللهم نعجنو بليد. هانتوما البنات، ما كاين غير دلك. غير واحد شوية البنات، هي ما فيهاش تمارة بزاف، تندلكوها واحد شوية حتى 10 دقائق هكا، وتنجمعوها تنديروها في بلاستيكة وتنخليوها تطلق. هكا الا بانت لينا قاصحة شوية تنزيدو شوية ديال الماء. ندهنوها بشوية الزيت ونغطيوها ونخليوها حتى نوجدو المشوى. هانتوما البنات، تنديرو معلقة ولا جوج ديال الحشوة وتنجمعو مزيان بحال هكا. هانتوما كتشوفو تنجمعو غير الجناب هكا البنات. يقدر أنا كاع متنهدرش بزاف، مكيبانش الصوت ديالي بزاف في الفيديو، خصني نغوي. هانتوما تنحطوها ونعاود ندير صوت أخرى.
تنقصوا غير شويه البنه غير شويه من هنا وتنديروا شويه ديال الزيت العود. نخليو الوسط شويه غليظ باش ما تخرجش لينا الحشوه وتنديروا معلقه هكا وتنشدوا وتنجمعوا الجناب تيكونوا زوينين في الفطور أو في الفطور اللي بغيتو الفطور ديال الصباح مع مريض تيجيو زوينين مع دريري ديال أتاي دابا راه غادي نطيبوهم إن شاء الله وغادي ناكلو الكوتي أنا وأختي حبيبة أنا وصاحبتي حبيبة تنقرصهم غير واحد شويه صافي وتنمدو المقلا البنات شفتو معايا هانتوما راه كنشوفو صافي هي الحمرات الجيه كيما البنات هذه هي النتيجه ديال الخبيزات ديالنا المسمن عامر كيف تشوفوا راه زوين تبارك الله راه غزال هانتوما البنات غادي نقسم معكم وحده شوفوا الحشوه تبارك الله من الداخل هانتوما المهم النتيجه هي هذه وبصحه والراحه البنات.